طيب في موضوع تاني عايز اتكلم فيه مع حضراتكم الحقيقه قبل ما اسيب موضوع الكورونا. اليومين ثلاثة اللي فاتوا سمعنا بعض التصريحات من بعض الأطباء الأمريكان والفرنسيين تكلموا على أن هناك عقار سيتم تجربته خلال الفترة القادمة، والأطباء دول بيطالبوا بأن يتم تجربة هذا العقار على بعض الأفارقة. بالنسبة لي كان علامة استفهام كبيرة جدا جدا، حتى العنصرية في المرض، هناك عنصرية في المرض، مصدوم جدا أن لسه فيه عقليات بمثل هذا الشكل، وعقليات من المفترض ان هم عايشين في اوروبا وعايشين في امريكا، بلاد الحريه وبلاد الديمقراطيه وبلاد كذا وبلاد كذا، يقول لك ايه؟ يقول لك اصل احنا يا جماعه هنجرب هذا العقار على بعض الافارقه. كلام غريب جدا ومنتهى العنصريه اللي الكل بينادي ان هي ما تبقاش موجوده في كره القدم، يعني في الملاعب. تخيلوا حضراتكم ان بيتقال كده، بيتقال ان خلينا نجرب هذا العقار على بعض الافارقه. كلام غريب جدا، والحقيقه الموضوع ده لاقى صدى واسع جدا، والناس الحقيقه بعض اللاعبين الافارقه المتواجدين المنتشرين في العالم كله تكلموا على هذا الموضوع وادانوا بشده هذا الامر لتراجع عنه، او اتمنى ان يتراجع عنه الاطباء الامريكان والفرنسيين عن مثل هذه التصريحات. هي لن تحدث لان لن يقبل احد بمثل هذا الشكل، وفي نفس الوقت اتمنى ان هم يتراجعوا عن مثل هذه التصريحات. في اطار الكورونا ايضا اتحاد كره القدم اعلن في بيان رسمي انه اطلق مبادره لدعم لاعبي القسمين الثالث والرابع، والحقيقه القسم الثالث والرابع في مصر يستحقوا الدعم، يستحقوا ان يكون هناك دعم من كل اطراف منظومه كره القدم، وانا بأحيي اتحاد كره القدم وبأحيي القائم على هذه المبادره. يعني انا اتكلمت مع احد اعضاء مجلس اللجنه الخماسيه في هذا الموضوع من حوالي اسبوع، ان يجب ان يكون هناك شيء يحصل علشان لاعبي القسم الثالث والرابع، لانهم الحقيقه بيعانوا وبشده خلال الفتره السابقه، لانهم يعني بيتعبوا في وقت ماشي، يعني لما بيبقى الدوري شغال يعني في مكافآت فوز، على الرغم ان هي 100 و200 و500 و600 جنيه يعني، ولكن في النهايه في مكافآت فوز وفي مرتبات، لكن الامور دلوقتي بتبقى صعبه جدا. فانا الحقيقه اتكلمت مع احد اعضاء اللجنه الخماسيه واتكلمت معاه في هذا الامر، والنهارده الحقيقه او امبارح بيان رسمي خارج من اتحاد كره القدم بيتكلموا فيه على ان يجب ان يكون هناك مبادره من الجميع لإنقاذ لاعبي القسم الثالث والرابع، مش إنقاذ ولكن دعم خلال الفترة الصعبة اللي احنا متواجدين فيها. وقالوا ان هم هيحطوا الصندوق خلال الفترة اللي جاية متواجد، وهيحطوا رقمه علشان اللي عايز يدعم هذه الفئة من اللاعبين الرياضيين في القسم الثالث والرابع. أتمنى ان يلاقي هذا الصندوق رواج خلال الفترة اللي جاية، لانه بالفعل اللاعبين في القسم الثالث والرابع يستحقوا هذه المساعدة. طيب ده كان كلامنا عن الكورونا، ومهم جدا ان احنا نتكلم في هذا الموضوع. عندي كلام هام جدا عايز اتكلم فيه مع حضراتكم زي ما قلت لكم في الاول، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هرجع اتكلم عن بعض البرامج اللي بتتكلم في اي شيء اي هبت. خلينا نطلع بس فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم.